صباح الخير، سامعين صوتي واضح بالله؟ صباح الخير. اليوم بدنا نتكلم عن الشابتر الأول اللي بتعلق بالسيمي كوندكتر فيزيكس للسيمي كوندكتر ديفايسز. حكينا اللقاء اللي فات، أعطينا مقدمة عن مساق الإلكترونيكس بشكل عام. اليوم بدنا نبلش نشرح، يعني ندخل بأول إشي التعريف بالكلاسيكال موديل أوف آتوم. طبعا حكيت انا اللقاء اللي فات انه ليش بدنا نعرف هاي الاشياء، لانه من خلال معرفه الطالب بالفيزيكس تبعت السيمي كوندكتور ديفايسز بامكانه يفهم شو الاستراكشر يعني الاستراكشر مثلا للديود، الاستراكشر يعرف كيف تركيب الديود او الترانزستور، يعرف كيف مبدا عملهم، كيف مثلا لو بدي اجي اشغلهم في الدائره الكهربائيه شو الوظيفه اللي بقوموا فيها. واضح كيف؟ اليوم بدنا نحكي عن، شايفين الصفحه هذه؟ صفحه الباوربوينت سلايد، حد يحكي لي شايفينها؟ طيب ممتاز. اليوم بدنا نتكلم عن الكلاسيكال موديل اوف اتوم، هذا جاي من ضمن الشابتر الاول. الكلاسيكال موديل اوف بحكي الكلاسيكال موديل اوف اتوم بتعامل مع الذره كبارتيكل وليست ويف، لانه الويف هذا في شيء بيتعلق بالسيمي كون مش عارف شو بسموها الكوانتم فيزيكس. طبعا الاتوم حسب في تعريفات كثير لها هي المكون الرئيسي لاي عنصر او مركب. طبعا السمولست فيزيكال انتيتي، بحيث انه هاي الانتيتي ما بتتغير خصائصها قديش بتغير على العنصر. مثلا لما نيجي على عنصر زي الحديد، العناصر المكونه له ذرات الحديد، لو نرفع درجه حرارتها نقللها بتضل لها نفس مثلا نفس التركيبه، ما بتتغير تركيبتها من مره. طبعا الاتومز بتعتبر المكون الاساسي، حكيت انا هلا للعناصر والذرات والمركبات. دائما الذره في لها سب اتوميك بارتيكلز، ثلاثه سب اتوميك بارتيكلز، ثلاث اشياء بتكون في البروتونز وفي النيوترونز وفي الالكترونز. بس قبل هيك لما نيجي نشوف الكلاسيكال موديل في اتوم بتعامل مع الذره، كان فيها عنصرين مهمات. العنصر الاول بيمثل نيوكليوس، النواه بتحتوي على البروتون والنيوترون، والمدارات الإهليجية تحتوي على الإلكترونات. واضح كيف؟ عشان هيك لما نيجي نطلع هون شو بكون السب اتوميك بارتكلز، مكونات الذرة، هي ثلاث أشياء: البروتون والنيوترون والإلكترون. حسب الجدول اللي موجود هون بدنا نشوف خصائص كل نوع منهم. البروتون والنيوترون اللوكيشن تبعهم موجود في النيوكليوس، بينما الالكترون موجود في الليبتيكال اوربتس. الليبتيكال اوربتس يعني مدارات اهليجيه حوالين النواه. شحنه البروتون، الكل فيكم بيعرف اخذته يمكن في مسابقه سابقه، دائما شحنته موجبه، الالكترون شحنته سالبه. الشيء الوحيد اللي ما لهش شحنه او يعتبر نيوترال بسموه نيوترون. بس ادخل الفوت. واضح كيف؟ هلا لما نيجي نحكي عن الكتله، اكثر عنصر مكونات اثنين حجمهم كبير مقارنه بالالكترون اللي هم البروتون والنيوترون. يعني البروتون والنيوترون حجمهم اكبر من الالكترون ب 1836 مره، او انه بتطلع عليها من زاويه ثانيه بتقدر تقول انه الالكترون اقل من حجمه، كتلته اصغر من البروتون والنيوترون 1836 مره. واضح كيف؟ طيب هلا بدنا نتكلم عن الايونايزيشن. الايونايزيشن بصير انه لما يكون مثلا عندي ذره زي ذره النحاس او الحديد، بتيجي في تفاعل كيميائي او لما تعرض ذرات العنصر لحراره مرتفعه، بيكون دائما الالكترون اللي موجود في اخر مدار قوه ارتباطه بالنواه ضعيفه،
وطاقته في نفس الوقت عالي كتير. لما انت بتعطي هذا العنصر حراره اللي بصير انه هذه الالكترونات راح تغادر اخر مدار موجود فيها، لما بتغادر اخر مدار موجود فيها بتنتقل لمدار جديد بسموه مدار التوصيل او الكوندكشن، فهيك صار شيء بسموه الايونيزيشن، اي انه الذره يا اما بتكتسب الكترون او بتفقد الكترون. واضح كيف هذه الحاله بتصير؟ بس انه مثلا خلينا ناخذ مثال يعني الالمنيوم، زي الالمنيوم اللي شايفينه هون. هلا في عند المدار الاخير بيحتوي على 3 الكترونات. بتصير مرات في بعض اذا رفعت درجه حراره الالمنيوم او اذا حطيت الالمنيوم مع عنصر ثاني يتفاعل معه، بتصير انه مرات ذره الالمنيوم يا اما بتفقد الكترون او بتكسب الكترون. اذا فقدت الكترون بصير هون تعتبر بوزيتيف ايون. ليش؟ لانه في الحاله هذه عدد البروتونات كانت اكثر من عدد الالكترونات. بينما اذا كسبت الكترون بصير عدد الالكترونز اكثر من عدد البروتونز. واضح كيف؟ اذا زاد الالكترونز عن عدد البروتونز بصير شحنه الايون هون شحنه سالبه. هذا كله بيجي تحت عنوان شيء بسموه الايونيزيشن. نشوف النقاط اللي مكتوبه هون. الايونيزيشن انه النيوترال اتوم بيكون فيها عدد البروتونز وعدد الالكترونز متساويات. واضح كيف؟ النيوترال اتوم او المولكيول اكواير ا نيجاتيف او بوزيتيف تشارج، بصير شحنته يا موجب يا سالبي. كيف هذا الحكي عمليا؟ شو البوسس تبعه؟ انه يا بفقد الكترون يا بكسب الكترون. واضح كيف؟ في اخر مدار. طيب الريزلتنج الكتريكالي تشارج اتوم is called an ion. طيب التايب اوف ايونز، في عندنا ناخذ مثال الالومنيوم. هلا الالومنيوم لما بتكون بقول لك اي ال موجب، شو يعني؟ صار بوزيتيف ايون. طب كيف صار بوزيتيف ايون؟ فقد الكترون ولا كسب الكترون؟ فقد الكترون. كيف؟ لما بفقد الكترون بصير عدد البروتونز اكثر من عدد الالكترونز، عشان هيك بصير شحنه الذره او عنصر الالومنيوم بصير شحنته موجبه. واضح كيف؟ في الحاله هذه النمبر اوف بروتونز صارت اكبر من عدد الالكترونز. هذه وقت ايش بتصير؟ بتصير اما من تاثير درجه حراره او بتكون من خلال كيميكال رياكشن، تفاعل كيميائي. هلا بدنا ناخذ مثال ذره الكلور. ذره الكلور بتصير مرات انه بتكون هذه الكلور نيجاتيف ايون. وايش نيجاتيف ايون بتصير؟ اذا كسبت الكترون. مفهوم كيف؟ نيجاتيفلي تشارج كلورايد ايون. التوتال هلا اذا كسبت الكترون بصير عدد الالكترونز اكثر من عدد البروتونز. مفهوم كيف؟ هذه برضه بتصير من خلال تفاعل كيميائي او انه الفريزنج ات الابسوليوت زيرو كلفن. لا عفوا، هذه النقطه، هذا الفريزنج بتكون في النيوترال اتوم. خلينا بس اعدلها شويه. هيك. هلا الذره المتعادله دائما بيكون فيها عدد البروتونز وعدد الالكترونز بيكونوا متساويات. كيف بدي اضمن انه مثلا الذره لعنصر معين عندي متعادله؟ تيجي بتغمسها في عنصر بسموه النيتروجين. النيتروجين الحاله اللي الستيت الحاله اللي موجوده فيها بيكون حاله سائله. درجه حراره النيتروجين اقل درجه حراره بسموها زيرو كلفن، بتساوي ناقص 273 درجه مئويه. اذا غمست اي عنصر في النيتروجين بتعرف انه صارت الذرات تبعت هذا العنصر في وضعيه بسموها نيوترال اتوم. شو يعني نيوترال اتوم؟ بعيد بحكي، عدد البروتونز وعدد الالكترونز بيكونوا متساويات. واضح كيف؟ انتم مسجلين عندي يمكن 27 28 طالب بس مش الكل حاضر. طيب خلينا نتكلم. هاي امثله على ذرات العناصر اللي كنت اشرح عنهم قبل شويه. لاحظ كيف الاتوميك ستراكشر لذره الالومنيوم بتحتوي النيوكليوس اللي موجود جوا هون،
فيها بروتون وفيها نيوترون. عدد البروتون 13 وعدد النيوترونز 14. هلا في بيجي بعده مدارات، كل مدار له ساعة معينة بتحط فيها الكترونز. طبعا المدار الأول دائما ساعته 2 الكترونز، المدار الثاني ساعته 8 الكترون. هلا 8 و2 10، البروتون 13، قديش بضل في الآخر؟ بضل معانا مجال نحط 3 الكترونات في المدار الأخير اللي هو المدار الثالث. في واحد، طيب اوكي، بيقول لي واحد من زملائكم يمكن تقطع الكهرباء الساعة 12. مش مشكلة، قديش بنوصل في المادة بنكمل اللقاء الجاي يعني. واضح كيف؟ مش بالضرورة يعني ناخذها ساعة ونص ساعة ونص. هلا في هون ذرة الكلورايد، وفي هذا بيمثل ذرة الألمنيوم. كيف بتصير؟ الكاشيون هون بيفرجينا انه الالومنيوم هذا اذا بده يصير بوزيتيف ايون زي ما حكينا عنه سابقا، هي بفقد الكترون واحد مثلا. اذا فقد الكترون واحد، اللي بنلاحظه انه عدد ساعتها البروتونز اكثر من عدد الالكترونز، صارت بوزيتيف ايون. مفهوم كيف؟ طيب في حاجه اخذناها كمان سابقا بدنا نضطر نشرحها، مهم كثير، برضه بتلزم الطالب في رسم شيء بسموه الاتوميك ستراكشر، المولكيولا عفوا، الاتوميك ستراكشر. بدنا نعرف حاجتين مهمات بخصوص اي عنصر، شيء بسموه الاتوميك ويت، وبنتعرف على الاتوميك نمبر. الاتوميك ويت الوزن الذري، الوزن الذري يعني لما بدك تيجي تشوف وزن ذره عنصر زي عنصر النحاس. لما جينا نحكي حكينا سابقا السب اتوميك بارتيكلز، المكونات لذره اي عنصر في الدنيا ثلاث اشياء، بروتون والالكترونز والنيوترونز. هلا حكيت انه الكتله تبعت الالكترون واحد على 1836 من كتله البروتون او النيوترون. عشان هيك لما واحد فيكم بده يعني يتساءل شو بده يكون الوزن الذري، هلا لو بدك تيجي للصحيح بكون وزن البروتونز عدد البروتونز مع النيوترونز مع الالكترونز، بس لانه كتله الالكترون اقل بكثير من البروتون والنيوترون، اذا تجاوزا بنعتبر الالكترون ايش؟ كانه مش موجود معنا، ما بندخله في حساباتنا لما بدنا نيجي نعرف قانون الوزن الذري. واضح كيف؟ الوزن الذري دائما بيساوي عدد البروتونز زائد عدد النيوترونز. هي الاتوميك ويت، نمبر اوف بروتونز زائد النمبر اوف النيوترونز. هلا في حاجه ثانيه بسموها الاتوميك نمبر، العدد الذري. العدد الذري بيحكي هو عباره عن عدد البروتونات اللي موجوده في النواه. واضح كيف؟ النمبر اوف بروتونز اللي موجوده في النيوكليوس. هلا بتصير اللي الجدول الدوري لما دائما تطلع على عنصر بتلاقي فيه في جنبه ارقام، الرقم اللي فوق بيمثل الماس نمبر او الاتوميك نمبر، الاتوميك ويت سوري. الرقم اللي تحت بيمثل دائما الاتوميك نمبر. هلا من القيمتين هذولا انا بامكاني ارسم ذره اي عنصر. الذره دائما بحدد فيها، لما بدي اجي ارسمها بحدد فيها عدد البروتونز، بحدد فيها قديش عدد النيوترونز، بحدد فيها عدد الالكترونات، وبرضه بعد بكون عارف كيف توزيع الالكترونات في المدارات حوالين النواه. واضح كيف؟ اذا جيت اطلعت على، قبل ما ناخذ مثال نرسم اتوميك ستراكشر، بدنا نشوف مثلا كيف توزيع الالكترونات في المدارات حوالين النواه. الالكترون اوربتس ذا نيوكليوس اوف ان اتوم تو ات سيرتن ديستانس فروم ذا نيوكليوس. دائما بقول لك انه الالكترونات بتدور حوالين النواه بابعاد مختلفه، بتكون توزيع الالكترونات حسب طاقه كل الكترون. واضح كيف؟ الالكترونز اللي موجوده قريبه جدا من النيوكليوس قوه ارتباطها بالنواه. في حدا بده يسالني سؤال استفسر؟ طيب خلينا نرجع نكمل. هلا الالكترونز اللي بتكون موجود في المدار الاول زي ما احنا شايفين هون فيها خاصيتين. الخاصيه الاولى ان قوة ارتباطها بالنواة كبير جدا، والخاصية الثانية طاقتها ضعيفة كثير. واضح كيف؟ لما نيجي ناخذ مثال الاربع الكترونات اللي موجودة في اخر مدار، برضه في خاصيتين، بس بعكس الخاصيتين اللي حكينا عنهم
عن 2 الكترونز هذول. الاربعه الكترونز الموجودات في اخر مدار قوه ارتباطهم بالنواه قليل، في نفس الوقت طاقتهم عاليه كثير. واضح كيف؟ هلا شافوا العلماء من التجارب اللي كانوا يعملوها انه دائما كل مدار في له كاباسيتي، في له سعه. المدار الاول دائما سعته 2 الكترونز، المدار الثاني دائما سعته 8 الكترونز، المدار الثالث سعته 18 الكترون. طب هل في قانون علاقه رياضيه ممكن الطالب يستعين فيها بتساعده يحدد عدد الكاباسيتي للالكترونز في كل مدار؟ اكيد هذا القانون. هذا القانون بيحكي لك الان اي بتساوي 2 مضروبه في ام سكوير. هلا الان هذه اللي هي النمبر اوف شيل او الاوربت، واضح كيف؟ والان اي اللي بيمثل سعه المدار، كل مدار، واضح كيف؟ طيب لو جينا على المدار الاول زي ما احنا شايفين طبقنا، حطيت 1 سكوير ضلوا 1 مضروب في 2 يبقى المدار الاول سعته 2 الكترونز، بينما المدار الثاني او السكند شيل 2 سكوير بتصير 4 في 2 بيطلع عندي 8. طب المدار الثالث 2 3 سكوير بتصير 9 في 2 18. مفهوم كيف؟ هلا بدنا نستغل هذه المعلومه حتى نيجي على مثال، زي مثال ذره النحاس معطيني الاتوميك ويت بيساوي 29 والاتوميك سوري الاتوميك ويت 63 والاتوميك نمبر 29. هلا من الاتوميك ويت والاتوميك نمبر ومعرفتي لتوزيع الالكترونز بدي اقسم برا ذره النحاس. اللي الحسابات اللي بدي اجريها، اول شيء النواه دائما بكون فيها حاجتين بروتونز ونيوترونز. هلا قديش عدد البروتونات بدها تساوي الاتوميك نمبر، قديش عدد البروتونز والاتوميك نمبر متساوي 29. مفهوم كيف؟ هي 29 هون. هلا لو بدنا نحسب الاتوميك ويت 63، وبنعرف احنا انه الاتوميك ويت دائما بيساوي عدد وزن عدد البروتونات زائد وزن عدد النيوترونز. اذا طرحنا الاتوميك نمبر من الاتوميك ويت رح نحصل على عدد النيوترونز. واضح كيف؟ هي موجوده هون. النمبر اوف النيوترونز بيساوي الاتوميك ويت ناقص الاتوميك نمبر. 63 ناقص 29 بيطلع عندي 34. 34 هذه بتمثل عدد النيوترونز. هلا الخطوه اللي بعدها بتقول انه في بدي ارسم ذره نحاس متعادلة. شو يعني متعادلة؟ عدد البروتونز وعدد الإلكترونز بيكونوا متساويات. كيف بعمل؟ باجي بقول إذا في عندي 29 بروتون يبقى عندي 29 إلكترون. أول المدار الأول بياخدش أكثر من 2 إلكترون. قديش من ال 29 بضل 27؟ المدار الثاني بياخدش أكثر من 8. مع المدار الاول بياخذش اكثر من 2، قديش المجموع عندي؟ 10. قديش بصفي العدد هون؟ 19. المدار الثالث سعته 18 الكترون. لما تجمع المدار الالكترونات اللي موجوده في المدار الاول والمدار الثاني والمدار الثالث بيطلع عنا 28. اذا بدي 28 من 29 بيطلع عندي الكترون واحد، بدي اخصص له مدار لحاله لانه ما بيساوي لا المدار الثالث ولا الثاني ولا الاول. هذا بيجي في المدار الرابع. هذا الالكترون اللي بيجي في المدار الرابع الوحيد اساسي في تحديد خاصيه النحاس كموصل جيد. مفهوم كيف؟ دائما الذرات لاي عنصر في الدنيا بتحدد اشياء كثيره، بتحدد مثلا قديش درجه الغليان، بتحدد قديش درجه الانصهار لهذا العنصر، تحدد كيف الحاله تبعته، هل هي حاله صلبه ولا غازيه ولا سائله، بتحدد كثير اشياء. هلا دائما احنا حكينا الالكترون هذا سهل جدا، يعني لو اعطيت ذره النحاس حراره شويه حراره هذا الالكترون يمكن يطلع من المدار تبعه هون ويروح على مدار ثاني بسموه الكوندكشن باند، بيتحرك فريلي في الكوندكشن باند. بس بينما الالكترونات اللي موجوده هون في المدار الاول والثاني والثالث ولا في اي تفاعل في الدنيا، حتى التفاعلات النوويه كفيله انها تقدر تغير في التركيبه تبعت هاي الذرات لسبب انه قوه ارتباطها بالنواه كبير جدا جدا. واضح كيف؟ طيب هلا الباند جاب ثيوري. الباند جاب ثيوري بتتكلم عن انه توزيع المدارات حوالين النواه هذه تعتبر طاقات. كيف يعني؟ ليش مثلا في ليش هدول الـ 2 الكترونز اجوا في المدار الاول ما اجوش الالكترونات اللي بعدهم؟
لانه هذول طاقتهم قليل كثير، عشان طاقتهم قليل كثير بيجوا في المدار الاول. طاقه المدار الثاني شويه اعلى، طاقه المدار الثالث اعلى بكثير، طاقه المدار الرابع ماكسيمم. واضح كيف؟ هلا هون بدنا نعرف حاجتين مهم، عده نقاط بخصوص الباند جاب ثيوري. بدنا نتكلم عن اخر مدار اللي هو بسموه الفالانس باند، واضح كيف؟ والالكترون اللي موجود عليه بسموه الفالانس الكترون، اوكي؟ وفي مدار بيجي فوقيه بسموه مدار التوصيل. هلا الكل فيكم بيعرف ان النحاس مثلا ليكون عندي سلك نحاسي وامر تيار كهربائي، احط بطاريه على اطراف سلك النحاس، ايش راح يصير عندي؟ راح يمر تيار كهربائي، صح ولا لا؟ هلا شو المفهوم الفيزيائي للتيار الكهربائي؟ هو عباره عن تدفق عارم او سيل عارم من الالكترونات بينتقل من القطب الموجب من السالب للقطب الموجب. واضح كيف؟ طيب هذه الالكترونات لما بتكون عم تتحرك عندي فريلي من القطب الموجب من القطب السالب للقطب الموجب، وين بتكون موجوده؟ بتسال الطالب، هل هي موجوده في المدار الاول هون ولا المدار الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ مش موجودة ولا في أي واحد من هذول المدارات، وإنما بتكون موجود في مدار خامس هون بسموه الكوندكشن باند، مدار التوصيل. هذا مدار التوصيل وقت ايش بيختفي عندي؟ إذا جيت على ذرة النحاس وغمستها في مادة النيتروجين، لما بغمسها في مادة النيتروجين قلت لهذا الإلكترون أنت ما في عندك طاقة كفيلة إنك تخليك تغادر المدار تبعك اللي أنت قاعد فيه، فساعتها بتصير ذرة النحاس نيوترال، أي أنه عدد الإلكترونز عدد البروتونز بيكونوا متساوية. بعيد بحكي، إذا أعطيتها شوية حرارة على طول هذا الإشي الوحيد اللي بتغير في التركيبة هاي أنه الإلكترون اللي موجود في المدار الأخير راح يفقد مكانه وراح ينتقل على مكان جديد بسموه الكوندكشن باند، بصير يتحرك فريلي. واضح كيف؟ في يتحرك بشكل عشوائي، إذا رفعنا درجة حرارته تحرك الالكترونات هذه اللي موجوده في الكوندكشن باند بشكل منتظم اذا حطيتها على اقطاب بطاريه قطب موجب وقطب سالب، بتصير تبتعد عن القطب السالب وتندفع باتجاه القطب الموجب. واضح كيف؟ هذا مفهوم التوصيل في الدوائر الالكترونيه او الكهربائيه. هلا هون بدنا الباند جاب ثيوري بتيجي بتقول انه احنا بدنا نطلع بس على اخر مدار والالكترونات اللي موجوده فيه، بالاضافه للمدار الاضافي، بالاضافه للمدار الخامس مثلا في دارة النحاس اللي الكوندكشن باند، هذا مدار التوصيل. المسافه اللي فاصله بينهم اساسيه جدا في تحديد الموصليه تبعت العنصر اللي بعمل دراسه عليه. مثلا لما نيجي على عنصر زي النحاس او الحديد او الالمنيوم، هذه بتقول لي شو الخاصيه تبعتها الكهربائيه؟ انها موصلات كوندكترز. ايش يعني موصلات؟ انه الالكترون سهل جدا ينتقل من الفالنس باند للكوندكشن باند بدون ايش؟ ما يبذل مجهود كبير، المسافه الفاصله او الطاقه اللازمه لنقل الالكترون قليل كثير. بينما مثلا لما تيجي على ماده عازله زي الكلور، الكلور انسوليتر، بتكون المسافه الفاصله بين الكوندكشن باند والفالنس باند كبير كثير. اي انه حتى تقدر تنقل الكترون من الفالنس باند للكوندكشن باند بتعطي طاقه عاليه كثير لذره الالكترون، مفهوم كيف؟ اذروايز اذا كان في نقطه ثانيه، اذا كان ما في اي الكترون موجود في الكوندكشن باند، يعني ولا الكترون موجود عندي هون، واضح؟ تعرف على طول انه الذره هون ايش مالها؟ عازله، ما بتقدر تمرر تيار كهربائي. واضح كيف؟ إذا ما في الكترونات موجودة في الكوندكشن باند ما في مجال نقدر نمرر أي شكل من أشكال التيار الكهربائي. واضح؟ طيب هلا خلينا نشوف النقاط اللي بتتعلق بالفوربيدن جاب والكوندكشن باند. الفوربيدن جاب هي عبارة إذا جاب بين الفالنس باند والكوندكشن باند، هي عبارة عن الكليرنس أو المسافة العمودية الفاصلة بين المدارين هذول. واضح؟ هلا بالعادة ما في الكترونات بتكون موجودة في هذه المنطقة، عشان هيك سموها فوربيدن، يعني ايش يعني يستحيل مثلا لو بدك تيجي تشوف البروبابيلتي او احتمال وجود الكترون في هذه المنطقة بتلاقيه صفر، دائما يا الالكترون بيكون موجود هون او هون. واضح كيف؟ الفوربيدن جاب بحدد اساسي جدا، يعني البعد المسافة بين المدار الأخير والمدار اللي قبله بحدد كيف طبيعة العنصر اللي أنا
عم بدرسه، سواء كان موصل او شبه موصل او اذا كان العنصر ماده عازله. واضح كيف؟ هلا البيست اون ذا فوربيدن جاب ماتيريال ار كلاسيفايد انتو 3 تايبس. في عندنا الانسوليترز والسيمي كوندكترز والكوندكترز. هلا تعال نشوف الكوندكشن باند. الكوندكشن باند هون بقول انه هذا المدار اللي موجود هون اذا في عليه الكترونات وكان وطبقت درجة حطيت اقطاب بطاريه على هذا الذره هون، ساعتها راح يكون في مجال المرر تيار كهربائي. بس قبل هذه الخطوه اسبوعها خطوه ثانيه قبل انه قبل هاي الخطوه، الخطوه اللي قبلها بتقول انه حتى هلا المدار هذا دائما مليان وهذا دائما فاضي، اوكي، في حاله النيوترال ستيت. اذا رفعت درجه حراره الذره للروم تمبريتشر مثلا، اعطيتها حراره اضافيه، الالكترون اللي موجود بالفالنس باند راح ينتقل على الكوندكشن باند لانه اكتسب طاقه كفيل انها تخليه ينتقل هون. هلا وجود الالكترون هون لو طبقت اقطاب بطاريه راح يسمح بتمرير التيار الكهربائي. تعال نشوف النقاط اللي تتعلق بالكوندكشن باند. اذا باند اوف الكترون هو عباره عن مدار لحركه الكترونات عشوائيه، هذه الالكترونات العشوائيه اجت لهذا المدار من مدار قبله بسموه الفالنس باند. واضح كيف؟ When the electrons are in these orbitals, they have enough energy to move freely in the material. لما دائما الالكترونات بتكون موجوده هون بتكون طاقتها عاليه كثير كثير لدرجه انه بتخليها تتحرك بشكل عشوائي اذا ما في عندها اقطاب بطاريه. هلا this movement of electron creates an electric current if exposed، يعني اذا تعرضت ل انحطت على عليها اقطاب بطاريه، قطب موجب وقطب سالب. الفالنس، هلا بدنا نحكي عن هذا المدار، بدنا نحكي عن حاجتين، الالكترونات اللي موجوده عليه بسموها فالنس الكترون، والمدار نفسه بسموه فالنس باند. واضح كيف؟ بيحكي انه الفالنس الباند هو عباره عن ابعد مدار موجود او اخر مدار موجود عندي في حاله ما تكون الذره متعادله. واضح كيف؟ شو يعني وقتش بتكون متعادله؟ لما بتكون مغموسه في ماده النيتروجين. اوكي، اخر مدار. والفالنس الكترون شو يقصد فيه؟ هو عباره عن الالكترونات اللي موجوده في اخر مدار. بس هذه سهله جدا. هلا لما نيجي نحكي عن الكلاسيفيكيشن اوف اليمنتس، يعني تيجي على الجدول الدوري مثلا تشوف العناصر اللي موجوده في الجدول الدوري هم اكثر من 100 عنصر، وتقول انا بدي اعمل تصنيف للعناصر هذه بناء على الكوندكتيفيتي، على طبيعه توصيلها للتيار الكهربائي. راح تلاقي انه في بعيد وبحكي حكيتها قبل شويه، راح تلاقي انه في ثلاث تصنيفات. التصنيف الاول بسمى انه ثلاث انواع في هذا التصنيف. النوع الاول في عندك راح تلاقي موصلات جيده زي حكيت الحديد والنحاس والالمنيوم. النوع الثاني راح تلاقي شبه موصل مثلا زي الكربون والسيليكون والجرمانيوم. والنوع الثالث المواد او العناصر العازله زي الكلور مثلا. واضح كيف؟ تعال نشوف اول نوع الانسوليترز. هلا لما نيجي نشوف الانرجي باند دايجرام في الانسوليتر، ناخذ مثلا اخر مدار، يعني هذا اخر مدار الكوندكشن باند، المدار اللي قبله الفالنس باند، وهون هذه السطح تبع ايش النواه. بتلاقي انه المسافه في الانسوليترز دائما بين المدارين هذول الفالنس والكوندكشن مسافه كبيره كثير. ليش؟ لانه عشانه انسوليتر، لانه هذا الانسوليتر مشكلته انه ما في مجال يمرر تيار كهربائي. دائما الكوندكشن باند بيكون فاضي عندنا كومبليتلي امتي. اذا بدك تعطي اذا بدك تنقل ولا بد الكترون من الفالنس باند للكوندكشن باند بده طاقه عاليه جدا جدا. واضح كيف؟ ويمكن ما تكونش كافيه تحرك لك تطلع لك ولا اي الكترون من هذه النقطه، من هذه المنطقه لهي المنطقه. مفهوم كيف؟ طبعا هذه لما بقول لك هون الوايد باند جاب بتكون بالالكترون فولت من 9 ل 15، من 9 ل 15 لو بدك تحولها لجول، الواحد الكترون فولت دائما بيساوي شحنه الالكترون مضروبه بالجهد، شحنه الالكترون 1 ضرب 10 قوه سالب 9 كولومب مضروبه في الجهد 1 فولت، بيطلع لما تضرب الكولومب بالفولت ايش بيطلع عندي جول، ف 1.6 ضرب 10 قوه سالب 19
جول. تخيل هذه الكميه، يعني صح انه الرقم سالب 19، بس انت تقدر تحرك الكترون واحد. لو كانت هذه المسافه 1 الكترون فولت، حتى تقدر تحرك الكترون واحد من الفالنس باند للكوندكشن باند بدك طاقه مقدارها 1.6 ضرب 10 قوه سالب 19 جول، وتزالوت كثير كثير هذا، مفهوم كيف؟ بس احنا هون مش 1 الكترون فولت، هي من 9 ل 15. واضح كيف؟ خلينا نشوف النقاط اللي بتتعلق بالانسوليتر نقراها هون. انسوليترز دو نوت كوندكت الكتريك كرنت، ليش؟ ما بتمرر تيار كهربائي، لانه ما في الكترونات موجوده في الكوندكشن باند. دائما وابدا اذا ما في عندي ولا الكترون موجود في الكوندكشن باند، تعرف على طول انه الذره هذه بتمثل ذره ماده عازله، ما بتمرر التيار. Insulators have a relatively wide band gap. الانسوليترز بيحكي انه المسافه الفاصله هون دائما بتكون كبيره. And the valence wide band gap، فاصله بين الكوندكشن والفالنس. طيب النقطه الثالثه، تحريك الكترون من الفالنس باند للكوندكشن باند requires very large energy. يمكن حتى ما تكونش درجه الحراره عاليه جدا، ما تكونش كافيه. طيب examples، امثله على الانسوليتر، في عناصر وفي مركبات. العنصر مثلا عنصر الكلورين الكلور، والمركبات زي الحديد والزجاج، هذه كلها مواد عازله. واضح كيف؟ طيب الانرجي جاب للانسوليتر بتكون من 9 ل 15 الكترون فولت. واضح كيف؟ سامعين صوتي واضح؟ واضح. هلا النوع الثاني بدنا نحكي عن الكوندكترز. الكوندكترز ذير از نو انرجي جاب في الكوندكتر، زي الحديد والنحاس والالمنيوم. لما تيجي تطلع على الانرجي باند دايجرام بتشوف انه الفالنس باند والكوندكشن باند ملاصقات لبعض، اي انه ما في عندي اير، ما في عندي فوربيدنج جاب، ما في شيء يفصل بينهم. نقل الالكترون من الفالنس للكوندكشن بيحتاج طاقه قليله جدا جدا، زي شويه حراره مثلا روم تمبريتشر اللي هي 24 و25 درجه مئويه. عند الاربعه والخمسة، عند هاي عند درجه الحراره الروم تمبريتشر، دائما بدك تشوف مثلا عنصر امامك زي عنصر الحديد او النحاس او الالمنيوم على هذه الحراره، بتجزم مليون في الميه انه ما في كل معظم الالكترونات موجوده في الكوندكشن باند. بتكون الكوندكشن باند فيها حركه عشوائيه مش طبيعيه من الفري الكترونز. واضح كيف؟ وقديش بقدر انظم هذه الحركه؟ اذا جيت على العنصر وحطيته على اقطاب بطاريه، كان عندي قطب موجب وقطب سالب، فبعيده بحكي هذه الالكترونات ساعتها راح تتنظم حركتها، راح تبتعد عن القطب السالب وتتجه نحو القطب الموجب. مفهوم كيف؟ طيب خلينا نشوف النقاط المتعلقة بالكوندكترز. There is no energy gap between the valence band and conduction band. بيكونوا ملاصقات لبعض. واضح كيف؟ ال valence electrons are located اللوكيشن تبع ال valence electrons موجود في المدار الثالث أو الرابع. لما تيجي تحكي عن الثلاث عناصر اللي تيجي تشوفه، بعد الالكترون هذا زي ما زي ذره النحاس موجوده هون مثلا، عدد البروتونز 29، اذا عدد الالكترونز بيساوي عندي 29. لما نيجي نوزع الالكترونات، هات نشوف المدار الاول اتفقنا بياخذش اكثر من 2 الكترون، المدار الثاني بياخذش اكثر من 8، والمدار الثالث بياخذش اكثر من 18، المجموع عندي بصير 28، بضل في عندي الكترون بيجي في المدار الرابع. هذا الالكترون اللي موجود في المدار الرابع حكينا فيه له خاصيه، هو ارتباطه بالنواه قليل جدا وطاقته عالي كثير. انا بس اول ما بعطيه شويه حراره على طول راح يفقد المكان اللي موجود فيه الفالنس باند، وراح ينتقل على مدار جديد بسموه الكوندكشن باند. واضح كيف؟ بس اذا غمست هذا الذره هاي غمستها في ماده النيتروجين، يبقى بتعرف على طول انه الكوندكشن باند صار فاضي عندنا 100%، وكل الالكترونات وين رجعت؟ على الفالنس باند. واضح كيف؟ طيب امثله هون بس الكبر، هذه امثله على الكوندكتر. هلا احنا مش راح يعني مش اهتمامنا لان يعني مش راح نهتم من هذا السلايد طالع لا بالكوندكترز ولا بالانسوليتر، كل هذا مقدمه حتى نتكلم عن السيمي كوندكترز.
وين صفحة السيمي كوندكتورز؟ هي صفحة السيمي كوندكتورز. السيمي كوندكتورز أشبه الموصلات، فيها ثلاث عناصر، سيليكون والكربون والجرمانيوم. لما تيجي تطلع على الانرجي باند جاب بتلاقيها لا هي كبيرة زيها زي الانسوليتر، ولا هي صغيرة مش موجودة من مرة زي المواد العازلة، وإنما بتكون إيش بين بين. الانرجي باند جاب حتى تنقل الإلكترون من الفالنس باند للكوندكشن باند بدك طاقة مقدارها، يعني لو قلنا هذه مش 1.1 الكترون فولت، بدك تقول 1 الكترون فولت تطلع معنا الطاقة بالجول 1 قديش حسبنا 1.6 ضرب 10 هو سالب 19. واضح كيف؟ نقل الكترون من هون لهون مش صعب كثير من مرة، حرارة كفيلة لأنها تنقل لك هذا الالكترون من الفالنس باند للكوندكشن باند، أو حتى واضح كيف؟ طيب خلينا نشوف النقاط اللي مكتوبة بتعلق بالسيمي كوندكتورز. هاف ا كاركترستيك السيمي كوندكتورز، يعني لما تيجي على يكون أمامك مثلا سيليكون مع قطعة سيليكون، سبيكة سيليكون أو قطعة سيليكون. هذه قطعة السيليكون بسأل الطالب كيف يا أستاذي، مرة بتكون انسوليتر مادة عازلة ومرة بتكون مادة موصلة، بتكون حسب درجة الحرارة. يعني مثلا إذا جيت أنت هذا السيليكون حطيته في مادة زي مادة النيتروجين بصير مادة عازلة. ليش؟ لأنه ما في ولا إلكترون موجود في المدى، بصير ولا إلكترون موجود في الكوندكشن باند، كل الإلكترونات موجودة في البالانس باند. طيب إذا جيت رفعت درجة حرارته يعني على روم تمبريتشر أو أعلى، راح يصير زيه زي المادة الموصلة، زيه زي النحاس، زيه زي الحديد، زيه زي الألمنيوم. ليش؟ لأنه راح تلاقي عدد من الالكترونات اللي موجوده في الفالنس باند غادرت مكانها وراحت على الكوندكشن باند. اوكي النقطه الثانيه اللي موجوده هون بتحكي الكوندكشن سيمي كوندكتورز ديو تو موفمنت اوف بوث الالكترونز والهولز، هذه راح نحكي عنها لاحقا، خليها هاي النقطه بوضحها بعدين. الباند جاب للسيمي كوندكتور بتكون دائما اكبر من الكوندكتورز واقل من الانسوليتر. امثله على السيمي كوندكتور حكيت عنهم هلا، تعال نشوف ذره مثلا السيليكون. لو جينا سالنا طالب قلنا له ارسم لي الاتوميك ستراكشر لذره السيليكون، بشوف انه عدد البروتونز هون 14 وعدد النيوترونز 14. طيب لانه عدد البروتونز 14 في الحاله المتعادله بتكون عدد الالكترونز برضه لازم تساوي 14، اي انه المدار الاول ما بيساوي اكثر من 2 الكترونز والمدار الثاني 8، 2 و 8 هي 10، بضل مخصص 4 الكترونات في المدار الثالث بسموه الفالانس باند. واضح كيف؟ والالكترونز اللي موجوده فيه بتسموها فالانس الكترونز. واضح كيف يا جماعه؟ هلا بدنا نتكلم عن السيليكون والجرمانيوم اللي اساسيات جدا في تصنيع السيمي كوندكتور ديفايسز زي الدايود والترانزستور والانتجريتد سيركت. مكتوب هون انه السيليكون والجرمانيوم بيستخدموهم بشكل كبير كثير في تصنيع الدايود والترانزستور والانتجريتد سيركت. اوكي السيليكون له استخدام اكثر من الجرمانيوم لسبب انه الالكترونات اللي موجوده في السيليكون الفالنس الكترونز موجوده في المدار الثالث، بينما لما تيجي تشوف الفالنس الكترونز اللي في الجرمانيوم بتلاقيها في المدار الرابع. طب بدي اسال سؤال، المدار لما تحكي مدار ثالث ومدار رابع زي هون المدار الثالث والمدار الرابع، طيب الالكترونات اللي موجوده في المدار الثالث شو مالها مقارنه بالالكترونات الموجوده في المدار الرابع؟ شو مالها؟ قوه ارتباطها بالنواه عالي وايش؟ وطاقتها شوي قليله، بينما الالكترونات اللي موجوده في المدار الرابع على العكس تماما، قوه ارتباطها بالنواه قليل وطاقتها عاليه، واضح كيف؟ فعشان شافوا انه الجرمانيوم دائما افكتفلي بيكون ثيرمالي انستيبل، كيف يعني؟ يعني الحراره بتاثر كثير على بتاثر بشكل كبير كثير على الفالنس الكترونز اللي موجوده في المدار الرابع، بينما السيليكون ثيرمال ستيبل. شو يعني ثيرمال ستيبل؟ يعني الحراره بتاثر بشكل كبير كثير على الفالنس الكترونز لانه شو فيها قوه ارتباط، لانه الفالنس الكترونز فيها قوه ارتباط منيحه بالنواه. واضح كيف؟ هلا النقطة الثالثة بتقول انه at zero absolute temperature، يعني لما باجي بغمس السيليكون او الجرمانيوم في عنصر النيتروجين في السائل تبع النيتروجين، السيليكون act as an insulator، بيكون السيليكون عبارة عن مادة عازلة،
لانه ما في عندي فري الكترونز موجوده على الكوندكشن باند. مفهوم كيف؟ طيب السيمي كوندكتر ار كاركترز باي تو تايب اوف تشارج كاريرز، هذه راح نتكلم عنها يا اما اللقاء الجاي او اخر شيء يعني اليوم. واضح كيف؟ بس في نقطه نسيت احكيها قبل شويه، انه كيف بيعرفوا يعني انت من هل بسال الطالب يا استاذي طب اذا انت حكيت عن الانسوليتر بكون فيها ثلاثة فالانس الكترون، ثلاث الكترونات في اخر مدار، وبكون في عندنا مثلا لما تيجي على النحاس بتشوف انه في الكترون واحد، فكيف بدي اعرف لما بدي ارسم الاتوميك ستراكشر انه هذا يعني شبه موصل ولا مش شبه موصل؟ من عدد الالكترونات لما تطلع هون بتشوف اذا كان عدد الالكترونات اربعه. واضح كيف؟ على طول بتقدر تجزم انه هذا العنصر ايش ماله سيمي كوندكتر. فعشان هيك السيليكون لما تيجي ترسم الاتوميك ستراكشر سواء على السيليكون او الكربون او الجرمانيوم دائما وابدا راح تشوف انه في عندك اربع الكترونات في اخر مدار. واضح كيف؟ اربع الكترونات كفيل انه تحدد لك عدد انه يحدد لك العنصر هذا عباره عن شبه موصل. مفهوم كيف؟ طيب هلا الرسم اللي موجود هون هذه ذره السيليكون، بس انا مش راسمها على شكل اتوميك ستراكشر زي ما انا حكيت عنها، زي ما وضحت قبل شويه كيف الالكترونات ويعني توزيع الالكترونات على المدارات. في طريقه ثانيه للرسم حسب طاقه الشيلز او المدارات حوالين النواه بتشوف كيف توزيع الالكترونات. واضح كيف؟ هذه بسموها الباند، الانرجي باند دايجرام. الانرجي باند دايجرام هاي بتفرجينا انه هذا النيوكليوس، نيوكليوس فيها 14 بروتون و14 نيوترون. هلا عندي ثلاث مدارات، هي ثلاث مدارات، المدار الرابع بيسعش اكثر من 2 الكترون، عفوا المدار الاول بيسعش اكثر من 2 الكترون، المدار الثاني ما في مجال نحط اكثر من 8، بضل هلا 8 و2 10، المجموع الكلي 14، بضل في معنا مجال نحط اربع الكترونات في المدار الثالث. واضح كيف؟ هلا بضل هلا اذا شفت الوضعيه هاي، لو جيت سالت واحد فيكم سؤال هون عدد البروتونز وعدد الالكترونز متساويات ولا مش متساويات؟ متساويات. طب هل هذه الذره متعادله ولا غير ولا مش متعادله؟ هذه الذره متعادله. طب عمليا لو بدك انت تخلي هاي الذره متعادله شو بتعمل بالضبط؟ تغمسها في عنصر النيتروجين، في سائل النيتروجين. مفهوم كيف؟ طيب اذا هلا طلعتها من النيتروجين وحطيتها في درجه حراره الغرفه، استنيت عليها لحد ما ايش؟ صارت حرارة العنصر هذا نفس درجة حرارة النيتروجين، نفس درجة حرارة الغرفة عفوا، شو اللي بصير؟ اللي بصير انه بعض الفالنس الكترونز هاي اللي موجودة في المدار الأخير هون راح يكتسب طاقة إضافية ينتقل وين؟ على الكوندكشن باند. واضح كيف؟ خلينا طيب النقطة الأخيرة هون السيمي كوندكتر، خلص هاي النقطة. هلا بدنا نتكلم هون عن الإلكترون هول pair generation و recombination. جيت انا قبل شويه حكيت نقطه، قلت انه لما الالكترون هذا بتعطي حراره لهي الذره، اعطيتها حراره، شو صار في الالكترون هون؟ اكتسب طاقه. لما بده يكتسب طاقه شو بده يعمل؟ بده يغادر المدار اللي موجود عليه الفالنس باند وينتقل على مدار جديد ايش بسموه؟ الكوندكشن باند، بده يطلع لفوق. واضح كيف؟ هلا لما الالكترون بيطلع لفوق زي ما احنا شايفين هون، شو راح يترك محله؟ فراغ. هذا الفراغ بسموه هول. واضح كيف؟ فالعمليه هذه الهول دائما شحنته موجبه والالكترون شحنته سالبه. الهول دائما موقعه، هذه راح اكتب لكم اياها تذكرتها هلا، الهول دائما اللوكيشن تبعه وين؟ في الفالنس باند. كيف انه يعني الواحد لما بكون قاعد على كرسي، لا مش يعني ترك فراغ محله، تحرك وترك فراغ محله. الفراغ اللي تركه محله الالكترون بسموه هول، دائما شحنته موجبه وموجود بالفالنس باند. واضح كيف؟ البروسس هذه بسموها بالانجليزي الالكترون هول بير جنريشن. بير معناها زوج. انت هون لما حركت، طب كم زوج في عندي من الالكترونز والهولز؟ لما حركنا اربع الكترونات، جينا مثلا على ذره السيليكون واعطيناها حراره، شو اللي بصير؟ خلينا نقول اربعه الكترونات موجوده بالفالنس باند
انتقلت على الكوندكشن باند، فشو تركت محلها؟ أربعة هولز. هذه الهولز وين بتكون موجودة؟ بالبالانس باند. واضح كيف؟ بتكون من تأثير درجة حرارة. هلا بدنا نعمل بالعكس، بدنا نيجي نقول للإلكترون، للإلكترون اللي موجود هون اللي طاقته عالية قاعد بتحرك بشكل عشوائي، بحركة عشوائية في الكوندكشن باند، بدنا نقول له تعال اقعد، ارجع اقعد محلك تحت، انزل اقعد محل ما كنت سابقا. طيب هذه العملية بسموها الكترون هول بير ريكومبينيشن. شو يعني ريكومبينيشن؟ خلص بدنا نخلي الالكترون يرجع على الهول اللي كان موجود فيه سابقا. كيف بتسوي عمليا؟ تيجي بتشوف الذرة هون، بتحط على أقطاب بطارية، القطب السالب بتحطه فوق والقطب الموجب بتحطه تحت. هلأ القطب السالب هذا شو بيعمل؟ راح يخلي الإلكترونات تبتعد عن القطب السالب في إشي بسموه ريبالشن فورس، قوة التنافر، وفي نفس الوقت راح تخليها تنجذب وين؟ للقطب الموجب. فعشان هيك الإلكترونات اللي موجودة في الكوندكشن باند راح تندفع باتجاه البالانس باند. الدفاع على الالكترون، هذا المدار طاقته عاليه كثير وهذا طاقته عاليه، نقول هذا طاقته عاليه جدا وهذا طاقته عاليه. لما الالكترون اللي موجود هون بده ينزل من الكوندكشن باند للفالنس باند بده يفقد هذه الطاقه. على ايش؟ على شكل ايش بتروح الطاقه اللي بفقدها؟ على شكل فوتون ايميشن. واضح كيف؟ يعني انا عندي لسه هذا ما تحرك، هذول الثلاثه نزلوا من الكوندكشن باند للفالنس باند، في عندي ثلاثة فوتون ايميشنز. واضح كيف؟ هذه الفوتون ايميشن هي عبارة عن الطاقة اللي كان مكتسبها الالكترون لما تحرك من الفالنس باند للكوندكشن باند. هون فقدها وقت ايش؟ لما رجع من الكوندكشن باند على الفالنس باند. واضح كيف؟ فإذا هذه بسموها الكترون هول بير جنريشن، بدنا نفرق بينها وبين الالكترون هول بير للكومبينيشن، وتكون عارف الرسمات هذول كيف بيكون. في حدا عنده سؤال، اي استفسار لهلا؟ واضح؟ اه واضح دكتور، تمام. تمام؟ اوكي. هلا بدنا نحكي عن السيليكون، الموليكيولار ستراكشر للسيليكون، بدنا نشوف كيف التركيبة الجزيئية، يعني كيف ذرات احنا حكينا قبل شوية بشكل عام عن تركيب، يعني الاتوميك ستراكشر، تركيبه الذره، كيف توزيع البروتونز والالكترونز والنيوترونز. هلا بدنا نيجي نشوف التركيبه الجزيئيه لذرات السيليكون كيف بتكون موصوله مع بعض. واضح كيف؟ هذا الشيء بسموه مولكيولار ستراكشر للسيليكون. خلينا نشوف النقاط اللي مذكوره هون. النقطه الاولى بيحكي انه ذرات السيليكون ار هيلد توجذر باي بوندينج اكشن الفالنس الكترون. يعني لما تيجي تشوف هون خمس، كم ذره في عندي انا هون؟ عندي خمس ذرات. واضح كيف؟ طيب اخر الكترونات موجوده الفالن، تعال شوف ذره السيليكون قديش اخر الكترونات عددهم هون، اخر اربع الكترونات، عفوا اخر الكترونات موجوده في المدار الاخير قديش عددهم؟ اربعه. واضح كيف؟ هذول الالكترونات الاربعه راح يساهموا في ايش؟ بيساهموا في انهم يتحدوا مع بعض. يعني مثلا هذه الذره اللي موجوده هون فيها اربع الكترونات وهي فيها اربع 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 اربع. الاربع الكترونات اللي بصير انه كل الكترون بيساهم بثمن باربع، عفوا كل ذره بتساهم باربع الكترونات متحدات مع اربع ذرات ثانيات. واضح كيف؟ فاللي صار انه هذا الالكترون اللي موجود في النص، شايف كيف؟ متحد مع الاربع الاربع ذرات هذول من خلال ايش؟ الفالنس الكترونز تبعهم. الفالنس هي في عندي كم فالنس الكترون في له هذا؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. واضح كيف؟ فالرابطه اللي عملها مع الذرات الثانيه بسموها رابطه تساهميه، او ايش بسموها الكوفلنت بوند. مفهوم كيف؟ الكوفلنت بوند بتصير انه كيف لما بكون فالنس الكترون للذره هاي وفالنس الكترون للذره هاي بتحدوا مع بعض في شيء بسموه رابطه تساهميه. مفهوم كيف؟ هلا المسافه الفاصله لما تيجي تشوف انت تطلع على ذره السيليكون بتلاقي انه تركيبها منتظم جدا، عشان هيك بسموها كريستالاين. شو يعني كريستالاين؟ توزيع تباعد الالكترونات في التركيبه الجزيئيه عن بعض بيكون شكله كثير كثير منتظم.
مفهوم كيف؟ حتى انت لما تيجي تطلع على البيور سيليكون تحت المجهر بشوف الشكل اللي موجود هون، هذا الشكل الهكساجونال، هذا شكل هذا التوزيع جدا منتظم، واضح كيف؟ خلينا نشوف النقطه الاولى. سيليكون اتومز ار هيلد توجذر باي بوندينج اكشن بسموه الفالنس الكترون. البوند ار فورم باي شيرنج اوف فالنس الكترونز، يعني الرابطه اللي بتصير من خلال المشاركه بايش؟ بالفالنس الكترونز. These bonds are called covalent bond because the atoms are arranged in an order، يعني في orderly pattern بشكل منتظم. الستركتشر للسيليكون هون بسموه كريستالاين، منتظم جدا. الانترنسك، هلا في حالتين من السيليكون، في شيء بسموه انترنسك سيليكون وشيء بسموه اكسترنسك سيليكون. الانترنسك سيليكون هذا مصطلح، والاكسترنسك سيليكون مصطلح ثاني مختلف تماما. هلا لما بيجوا بالشركات مثلا بدهم يصنعوا قطعه اي سي، بالعاده السيليكون موجود بكثره في الرمل، واضح كيف؟ بدخلوه في تفاعلات كيميائيه كثيره، في هذه التفاعلات شو بتعمل؟ بتقيم الشوائب، بتقيم ذرات الرمل، بتقيم عنه المعادن الثانيه، بتضلها تنق 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 فيه لحد ما يطلع معك سبيكه سيليكون صافي 100%، ولا فيها اي شكل من اشكال الشوائب. هيك بكون شكلها للي بحب يشوف. استنى اشرح لكم اياها على النت، شوفوا كيف شكلها. هيك السيليكون بكون، بس هذا ما بكون منقع. شايفين بالله الرسمات هذه، الصور هاي، الو؟ واضحه دكتور. طيب طبعا هذه الحاله ما بكون، مش بيوريفايد، ما بكون منقع. بس هات نشوف نحكي، طبعا بيوريفايد سيليكون لما بكون منقى نقي جدا هيك بكون شكله، هيو هيك، طبعا هيو هذا نقي جدا، واضح. لو بدي نحط تحت اكبر تلسكوب تيجي تشوف تطلع فيه، بتلاقيش فيه ولا اي شكل من اشكال الشوائب، بتكون ما يعني الشوائب فيه بتكون قيمتها صفر. فعشان هيك هون عشان هيك بتكون هون سموها intrinsic silicon. لما بنحكي intrinsic silicon ايش بيعني؟ اول نقطه مكتوبه intrinsic silicon is a purified silicon lattice without any dopants، ما في dopants، معناها شوائب، واضح كيف؟ and the intrinsic silicon crystal the number of holes دائما بتساوي عدد الفري هولز والفري الكترونز بيكونوا متساويات. مش احنا حكينا قبل شويه لما بكون في عندك اربع الكترونات والاربع الكترونات انتقلوا من الفالنس باند للكوندكشن باند؟ طيب هلا قديش عدد الالكترونز هون؟ اربعه. طب قديش عدد الهولز؟ اربعه. دائما وابدا في الانترنسك سيليكون بكون عدد الهولز وعدد الالكترونز متساويات. هلا في المقابل في شيء ثاني، شيء موضوع ثاني بسموه اكسترنسك سيليكون. مفهوم الاكسترنسك سيليكون انه انت مثلا كان عندك ذرات سيليكون ضفت معها شوائب، بس هذه الشوائب ضفتها انت بسبب انك بدك تحسن من الكوندكتيفيتي للسيليكون، بدك تطلع مركب جديد مثلا في له خاصيه معينه زي البي تايب والان تايب، فانت هيك ضفت شوائب على السيليكون. لما بتضيف عليه شوائب بتغير في الالكتريكال بروبرتيز تبعته، بتعمل في دايناميك سيجنيفيكانت دايناميك تشينجز، بتحوله من مركب من عنصر الى مركب، واضح كيف؟ هذا راح نتكلم عنه اللقاء الجاي ان شاء الله. خلص بكفي اليوم، يعني اليوم قطعنا منيح. اللقاء الجاي يعني بنحكي شوي عن هذه الصفحة وبنشوف شو بدنا نحكي. بضل في شوية مواضيع تانية بدنا نتكلم عنها قبل ما نبلش نحكي عن
الأول نوع من السيمي كوندكتر ديفايسز وهو الديود. في حدا عنده أي سؤال، أي استفسار، أي ملاحظة؟ واضح هذا اللي حكيته؟ واضح دكتور، يعطيك العافية. أوكي، يعطيك العافية، شكرا كثير. بس خلوا زملائكم الثانيين، في كثير غياب، يمكن 13 طالب غايب، احكوا لهم يحضروا ضروري. يلا يعطيك العافية.